الحقيقه دي كانت، خلينا نروح، لا لسه في خبر عندنا، الاهلي يكتسح الزمالك بدوري سيدات الكره الطائره. انت عارفين الكره الطائره او الموسم ده او الاسبوع ده كان مليء بالمباريات القمه، هستعرضها معاكم بعد التقرير، بس خلينا اقول لكم ان الماتش ده كان على صالتنا في صاله الشهداء، الاهلي والزمالك، وانتهى بنتيجه 3-0، النتيجه المفضله لفتيات الذهب. وجاءت نتائج الاشواط كالاتي: 25-18، 25-14، وجاء الشوط الثالث بنتيجه 25-6. وبكده فرقتنا حققت الفوز في كل ماتشات في الدوري، وهم 22 ماتش، علشان كده رصدنا من النقاط 66 نقطه بالتمام والكمال. اما نادي الزمالك فلسه هيشوف موقفه عشان يعرف هيصعد الدور السوبر ولا لا، لان اول اربع فرق بس اللي بتتاهل، وفي منافسه قويه جدا ما بين، طبعا في ثلاثه ضمنوا الصعود، الاهلي والسبورتنج والصيد، ولكن في منافسه على المركز الرابع، الزمالك والطيران ووادي دجله، في منافسه ما بينهم والشمس، بحيث ان هم نشوف مين اللي هيطلع كمركز رابع. كنا طبعا كاميرا ابطال ما فوتتش الحدث ده، لان طبعا ما قدرناش ننقل المباراه، فكاميرا ابطال كانت موجوده في الملعب. صورنا ده التقرير مع الجهاز الفني واللعبات، نتفرج على التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا الحمد لله على الفوز، يمكن ادينا بشكل الحمد لله كويس، والسكور خلص كويس، حتى بالذات اخر شوط خلص على 6، فالحمد لله. احنا كنا داخلين الماتش ده، طبعا معروف دايما ماتشات الاهلي والزمالك بيكون فيها شد عصبي شويه، فكنا داخلين ان احنا حاطين في دماغنا ان احنا نقدر نخلص الماتش بسرعه، والحمد لله قدرنا نخلصه وادينا بشكل كويس، يمكن من احسن الماتشات اللي لعبناها طول السيزون. طبعا اي ماتش اهلي وزمالك بيبقى الموضوع مختلف يعني، وبيبقى التركيز اكتر بكتير، فالحمد لله احنا دارسين فرقه الزمالك يعني كويس قوي، والحمد لله قدرنا اول ما ننزل نلعب يعني، يمكن بس في الاول الجو كان ساقع جدا، بس بعد كده قدرنا الحمد لله نكسب يعني بسهوله. كده كده احنا كل ماتش بنبقى داخلين جاهزين، بس بيبقى للماتشات الاهلي والزمالك طبعا ليها زي مش رهبه، بس بيبقى ليها حسابات اخرى. بالظبط، علشان زي ما قلت لحضرتك هي بتبقى الديربي المصري، فالناس كلها بتبقى مستنياه، والحمد لله ماتش النهارده كان اللعب في الملعب يعني اللعب في الملعب، فاحنا الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب يعني. التعليمات اكيد كابتن حمدي وجه لنا تعليمات ازاي هنلعب الفرقه اللي قصادنا وازاي اخطائهم وازاي نلعب عليهم، دي كانت اكتر التعليمات اللي اكدت قبل الماتش يعني. فرقه الزمالك اصلا ناس كثيره مهمه يعني عندهم اصابات، فالماتش كان الى حد ما سهل شويه. كده خلاص خلصنا الدور الاولاني، مستعد بقى للنهائيات، هنلعب سيمي فاينل كاس الاسبوع الجاي، وبرده يعني والسيمي فاينل الدوري برده الاسبوع اللي بعده، فاحنا مستعد بقى للفاينلز يعني. فرقه الزمالك المفروض ان هي كانت تاني الدوري السنه اللي فاتت، فالحمد لله احنا مستعدين للماتش كويس قوي، ومن اول الماتش واحنا جايين مستعدين ليه وعارفين الفرقه اللي قدامنا، والحمد لله قدرنا نخلص الماتش بسرعه يعني. ايوه طبعا، هو بيبقى فيه قبل كل ماتش بيبقى فيه محاضره وبيبقى فيه سكاوتنج على الفرقه اللي احنا بنلعبها، بنحفظ كل واحده ايه اتجاهات الضرب بتاعها يعني، وبندرسهم كويس وبنكسب الماتش يعني بكل سهوله يعني.